كبيرة أخرى من كبائر الذنوب وهي السحر. والسحر كما عرفه أهل العلم بأنه عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو يؤثر في قلبه أو يؤثر في عقله من غير مباشرة. قال: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وأعادها عددا من المرات في كتابه الكريم، مبينا خطورة هذا الأمر، وهو مسألة السحر، وهو أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى بين خطره على الناس، وأن السحر حقيقة لكنه لا يكون إلا بتقدير الله عز وجل، كما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره الخبير. السحر حق ويكون بهذه العقد والرقى التي يعملها هذا الساحر، وهو الخبيث الذي امتلأ خبثا ومكرا وكيدا لهذا المسحور وللإضرار به. هل تدخل العين في السحر أو لا تدخل؟ قد يرافق العين، يرافقها ما يكون مع السحر. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.